الصعوبات اللي واجهتك في تسلق الجبال؟ يعني اكيد في حاجة كده هنا ولا بره؟ يعني لو بره الجو طبعا برد جدا، ما احنا مش متعودين عليه كرقم ده مصر حقيقي. يعني. طبعا الاليفيشن بتاع الجبل طبعا صعب، فالواحد بيتعب مجهود. هو انت ده ده فين بقى الكلام ده؟ ده في روسيا، ده جبل البروس في روسيا، 5600 متر ما شاء الله. فطلعته في 2015 وكنت اول وقت مصريه قد ايه بقى عشان تطلعي فوق؟ هي رحله كلها كانت 6 ايام. طلوع ونزول. هو انتوا بتاكلوا ازاي في النص؟ ما هو في زي بيس كامب، مكان في وفي ناس بتطبخ وفي اماكن بننام فيها ايه ده في نص الجبال؟ معلش يا دورهان احنا اسفين على بس احنا دايما يعني احنا بنفكر احنا على بطننا، احنا في طموحات تانية بالنسبه لنا اهم في الرحله يعني. من انتوا ليه هتشربي الحاجات دي اهم طبعا. هنا بعد ما الجل الثلج ساح بقى هنا ده ايه، جبل ايه؟ لا ده في وادي دجله، ده في مصر اصلا. ما شاء الله. شفت عملت فيا بعد ما الثلج ساح؟ ده في محميه وادي دجله.